السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. إن شاء الله النهارده حلقتنا الزراعة الشامية، وهنتابع بعض الخطوات اللي هنقدمها لحضراتكم في فيديو كامل لزراعة الذرة بالتفصيل. أتمنى تشاهدوه، هضع لكم الرابط أسفل الفيديو. يلا بينا. سؤال برضه هنا من احمد علي بيقول: انا زرعت ليمون من البذرة، اصبح طوله حوالي 3 سم ووقف عن نمو بقاله شهر. اولا ده شيء طبيعي ان هو ياخد فترة يوقف عن نمو، وبعد كده باذن الله هيكمل نمو، لكن دلوقتي ما تبدأش بتسميده عشان ما تحرقش الجذور، لان ممكن هو بيكون على كده بيتكون او بيبدأ نمو جذري، وبعد كده ان شاء الله هتلاقي بدأت النموات الخضرية والاوراق تنبت مرة اخرى. سؤال هنا من محمود كارم بيقول: باباز ازاي اخلي الثمرة بتاعته تصفر وهي مش على الشجرة؟ اولا افضل حاجة انك انت تخلي الثمرة على الشجرة تنضج طبيعي. موضوع تخلي الثمرة تصفر، في حاجة اسمها ترقيد بتلفها في ورق جرانين، لكن طعمها مش بيكون زي اللي هي ناضجة طبيعي. سؤال من محمد علي: ممكن سؤال، انا عندي 5 شجرات لوز، عايز اعرف كم مرة اسقيهم وشكرا اخي. ياريت بنقول تاني، ياريت توضح سؤالك، وياريت لو افضل ترسلي الصور على الانستجرام او على صفحتنا على الفيسبوك عشان اقدر افيدك واتابع معاك. سؤال هنا برضو من شام 3 نقط: انا ازرع فاصوليا ورقه بيتاكل. اولا ابحث عن الدودة القرض، بعض الديدان اللي هي بتبدأ بقطع واكل الاوراق وبدأ بقطع. سؤال هنا من محمد ديسكو بيقول: السلام عليكم، عندي جهنمي ورقها مكرمش، حتى الورق اللي لسه بيطلع التربة طمي ورمل وشمس طول اليوم. وعليكم السلام، اتأكد ان التربة ما فيهاش مشاكل. الحاجة التانية ياريت ترسلي الصور على الانستجرام. سؤال برضو هنا من ابو عبد الرحمن: ورق الليمون في شتلة الليمون عندي بدأت تصير صفراء واطرافها تصير يابسة، ما هو الحل؟ ده بيكون عوامل نتيجة بتكون ملوحة في التربة، فياريت ترسل الصور عشان نتأكد برضو على الانستجرام. برضو هنا السؤال من مطنوخ دهم: اخي عندي سؤال واتمنى ترد، متى احسن وقت لزراعة البطيخ والطماطم والشمام عشان تنجح معي في رمضان؟ بداية زراعة المحاصيل دي اللي هي البطيخ والشمام ده شهر 3 و4 اللي هو مارس وابريل. اما الطماطم دي بتوقع عروات على حسب الصنف، في عروة بتبدأ من شهر 9 و10 اللي هي العروة الشتوية، وفي عروة بتكون من شهر 3. برضه سؤال هنا من محمد ابو مالك: اخي الله يبارك فيه، زرعت الخضار 4 مرات من اول شهر 2، كوسة خيار بطيخ شمام، يطلع يكبر ويزهر بعد التزهير يموت، الى ان لم ينجح شيء عندي رغم انه منتظر في طريقة التنقيط، والارض مخلوطة رمل وسماد بلدي اللي هو التربة. ياريت توضح لي وترسل الصور على الانستجرام، هل
رمل وسماد بلدي فقط من غير تربة، فأنا عايز أعرف يعني النقطة دي. سؤال هنا من مالك: مالك أخ محمد، الجد في أي شهر ينزرع، شتوي أم صيف؟ هو بيزرع عندنا في مصر هنا في بداية من شهر 10 وبداية من منتصف شهر 9، يعتبر محصول شتوي في مصر. سؤال هنا من BA4K بيقول: لو سمحت، دائما أزهار شجرة الليمون تتساقط، ما هو السبب وكيف أحافظ عليها من السقوط؟ أول حاجة بخصوص تساقط أزهار شجرة الليمون، لازم نعرف حاجة، إن نسبة عقد الثمار من التزهير في شجرة الليمون بيكون 2%، من 2 إلى 5%، ده نسبة عقد من الزهور كله، فشيء طبيعي إن الزهور تتساقط. لكن في بعض العوامل زي تنظيم ري التسميد، فترات ما نكسرش فيها ري، وفي فترات تكون ما ينفعش نعطش فيها الأشجار، دي برضو بتكون عوامل. ما لاحظناش النقاط دي يبدأ بتساقط أزهار الليمون. نندى تضاف: الأخي محمد، أنا بزرع في قصايص بلاستيكية، بس المشكلة إن أنا بتتكون طحالب في القصيص، هل هذا عادي وما يموت النبات؟ وهل في قصايص غير لو في طريقة ما بتكون فيها طحالب الخضر؟ أول حاجة الطحالب الخضر بتكون نتيجة الري الكثير، وكمان ما بيكونش فيه تصريف في القصيص، أو بيكون واضع في مكان ظل، فلازم تراعي النقاط دي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.